وحتى الآن يعني مواقف بسيطة يعني. في مرة مرات طبعا أنا علاقاتي بالشباب والمراهقين من أكثر من 25 سنة، فأنا أكثر تخصصي على فئة المراهقين أكثر، يعني فاهم الفئة هذه اللي فيها من 15 سنة إلى 25 سنة. ما أقدر أقول هذه لعبتي، لكن هذول هم اللي أنا متخصص فيهم وفاهم كيف التعامل معهم. فمرة مرات يعني فيه يوم الأيام الساعة تقريبا 11 بالليل أو 11 ونص وقت دوام، تفاجأت الجوال يدق رقم غريب، قال لي حرمة؟ قالت أبو عبد الله؟ قلت نعم. طبعا صارت أم واحد من الطلاب اللي أنا أدرسهم. قالت أنا أم فلان. سلامات عسى ما أشر وش فيه؟ قالت لا بس هو متهاوش مع أبوه الآن، لا فنبغاك تفزع. الساعة 11 بالليل بيتهم بعيد عن بيتي، يعني مسافة فوق 20 دقيقة تقريبا، فنبغاك أبغاك تفزع، الولد الآن متهاوش يا أبوه. وكون الأم تتصل على شخص غريب، نقول غريب يعني، مع أنه يمكن أكون قريب من الطالب هذا، لكن كونها تتصل إذن فيه مشكلة كبيرة. فاستأذنت والله من المدام، وهذه حق لها استاذن ان الاصل الجلسه معها، قلت اسمحي لي انا بروح اشوف. جزاها الله خير يعني، كانت معينه لي الله يعطيها العافيه ويبيض وجهها حتى اليوم، الله يبيض وجهها. معينه لي والله على، وتحملتني كثير يعني، احيانا في بثوثي ولا في استشاراتي ولا في يعني حلقاتي وتدريب، يعني اقصر احيانا في حقها، فجزاها الله خير يعني، ويحق لي ان ادعي لها. فطلعت والله رحت البيت، بيت الولد هذا، دقيت عليه بالتليفون قلت بقابلك، واجلس مع الولد يمكن حدود نص ساعة، ثم رجع البيت واخذ ابوه واجلس معه لنص ساعة. بعدها الحمد لله رجعوا وتصالحوا وزانت امورهم، يعني ما هو دائما تتعود ترجع المشاكل مرة ثانية، لكن هذه من ضمن المواقف اللي ما انساها صراحة، قديمة تقريبا فوق 20 سنة ترى. من ضمن المواقف والاستشارات اللي وصلت يعني، مرة مرات ولا بعضها اشياء خاصه والله ما ودي اذكرها حتى ما يعني، ما السؤال ترى سالني وانا ما استعديت وما جهزت القصص اللي المناسبه انها تعلن على الهواء. يعني كلام عام من ترى المقتطفات ابو عبد الله وانت ادرى يعني ربما تكون ان شاء الله ابلغ وانفع اكثر من القصه اللي واقعيه حقيقيه، ربما يعني الواحد يتحرج من مقتطفات مثل هذه، موقف الولد مع ابوه او غيره من المواقف. والله كثير كثير يعني، أنا من الأشياء اللي وصلتني قصة يعني شائكة 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 جدا جدا. واحدة تواصلت معي عن طريق وسائل التواصل وتدعي على أخوانها، على أخوانها، على أخوانها، تقول حرموني من شوفة أمي. طبعا أخوانها أشقاء وحرموها من شوفة أمهم، تقول أبوي توفى، سالفة طويلة ما أبغى أدخل في تفاصيلها يعني، أبوها توفى بسبة سحر، عمل سحر. وأخوها تقول أخوي مجرم، أخوي الكبير مجرم مجرم مجرم، تقول أنواع الإجرام ما تصدق ما تتخيلها يعني، مجرم لدرجة تعزكم والله أنه يعني مبتلى بالفعل الفواحش، لا إله إلا الله، وأحيانا في محارمه، في تقول لي كذا على استحياء الله يكون في عونها. وتقول يعني من ضمن الأشياء أنها إذا وصل الموضوع إلى القضاء ما يحل، أنا أشتكي توصل القاضي ما تحل المشكلة، توصل للشرطة ما تنحل. قلت رحت الأمير المنطقة؟ قالت رحت الأمير المنطقة، أمير المنطقة ما ساعدني في 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 موضوع ومشاني بيض الله وجهه، كان في تبني عيالها أو كذا من زوجها ومشاني. مرة ثانية ما عاد استقبلني، يا بنت وش السالفة؟ المهم قلت أشوفي، قالت أنا ترى أكلمك، أنت يمكن ما قالت العدد بس تقول من العشرات اللي كلمتهم، ما خليت شيخ يبث في التيك توك إلا كلمته، ولا خليت محامي إلا كلمته. قلت طيب تكلميني ليه؟ قالت أبغى حل، ما إلى الآن ما لقيت حل. قلت طيب خلاص، أنا الحين أنا ما في يدي حل، بس بمشي معك خطوة خطوة لعلي أوصل أنا وياك لحل، أنت ساعديني في الحل، أنا ما أقدر، أنا الحين ما في يدي حل، بس بقعد أسألك وأسولف معك شوي لين نوصل الحل. لأنها شائكة شوي، شائكة جدا، وأنا ما أعطيتكم الحين إلا طرف بسيط، ما ودي أعطيكم التفاصيل كاملة. فجلست أسألها أسألها من هنا من هنا من هنا وأنا وياها، ويعني عدة مكالمات صراحة لين فهمت المشكلة. فهمت أن العائلة كلها مسحورة. قلت مشكلتكم ما تحتاجون محامي عشان قضاياكم، ولا تحتاجون شيخ يفتي لكم، ولا أنتم عندكم مشكلة تبغى لكم راقي بس يرقيكم. أخوك هذا اللي قاعد يفعل الفواحش ترى مو في وعيه،
ترى مو في وعيه يعني مسحور الأخوك هذا مسحور يعني الأثر باقي حتى على العائلة كاملة الأثر باقي قلت والدك توفي بالسحر حتى قالت فيه قاضي واحد هو اللي تعاطف معي بقية القضاة يكرشوني ما يعطوني وجه قاضي واحد تعاطف معي ثم بعد فترة توفي قلت ممكن يكون توفى بسبب السحر ممكن الجن ممكن الجن هم ذبحوه هاي تصير ترى في الأخير اكتشفنا فعلا قالت كذا 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 ما عاد ودي أفصل عاد في القضية قالت فعلا كذا وذكرت موقف هو كان أصلا بداية السحر قلت إذن خلاص علاجك كنتي ما هو في شيخ ولا في رائع ولا في محامي ولا علاجك أنت تبحثون عن راقي متمكن يرقيكم ورقي العائلة كلها حتى تفتكون من السحر وبتجين أموركم كلها يعني تقول شكيت إخواني وددت ومحامين واوا عشان ورث وعشان طقاق واوا شيء هم يدرون هي سبب المشكلة مشاكل هي تقول أنا فيني نفرة من إخواني إخواني في نفرة مني نفرة من بعض وقلت مشكلتكم في السحر بس وصار فعلا يعني فيه امرأة كانت دخيلة عليهم ومشكوك في أمرها فقالت فعلا ترى أنا شاكين في هذه هي اللي لها سوابق ولها لها فبعدها ما تواصلت معي لكن هذه من الأشياء اللي من أعظم القصص اللي حزت في خاطري صراحة كون بين بنت وإخوانها ومشاكل وقضايا ومحاكم وهي قليلة الحمد لله أنا في المجتمع لا قليلة لا الحمد لله ظاهرة قليلة جدا جدا مجتمعنا الحمد لله جدا جدا كل خير في لكن هذه من الأشياء اللي حزت في خاطري لكن القضايا الباقية أو الاستشارات اللي توصل الحمد لله يعني أقدر أقول أنها عادية عادية جدا جدا أغلبها بس ما ودي أفتح مجال فيها في الوسوسة أغلب ما يتواصلون معي حتى درجة تقول كل ما جيت أبث لجي الأسئلة على الوسوسة قلت إلا الوسوسة خلوها بعدين سجلت مقاطع في علاج الوسوسة أنا أوسوس في الوضوء علاج الوسوسة بندخل فيها الحين أقولها لكم أبعطيك علاجها من كثر ما أتكلم فيها جهزت كبسولات حلوة في الوسوسة جيد أبو عبد الله يتابعنا ترى ما شاء الله عدد كبير جميل يحتاجون والله أنا من ناحية موضوع الوسوسة كان عندنا اللي هو الشيخ علي العلي أمسي عليه بالخير تكلم مرة عن الوسواس القهري والله يقول يا بدر من الحلقة يقول إلى درجة من فرنسا جاني اتصال عن الوسواس القهري يعني فضل الله الحلقة متابعة ومثلك صراحة يستفيد منها الخلق يا تسلم أبو عبد الله أنا تواصل معي واحد من تركيا قال أقدر أكلمك تكلمني عن طريق السناب ما أبغى أعطي أحد رقمي فجلس معي يمكن 40 دقيقة بعدها قال أبشرك تم علاج الوسوسة بنسبة 80% ماشي. الحمد لله فضل الله فهي يبغى لها بس أنا بذكرها لكم بس عن طريق يعني كبسولات بسيطة لكن أقول لك الأكثر ما يجيني الوسوسة في الطهارة أجلس يقول أتوضأ حلو. ست ساعات الثاني يقول أدخل دورة مياه عزكم الله ما أشعر أن النجاسة راحت تماما مني ما أقدر الثاني يقول أصلي ولا أدري كم صليت أصلي أول ما أكبر أحس أني أحدثت ما أقدر الثالث يقول أصوم وأنا صايم أحس أني إذا تمضمضت أفطرت خلاص فأروح أفطر خلاص أنا شربت موية دخلت موية من الوسوسة أعجب ما جاني في الوسوسة وأنا ما أقولها من باب الطرفة لكن أقول من باب أننا يعني نعرف نعمة الله علينا عسى الله أن يعافيه ولا يبتلينا ولا يبتلي المسلمين شخص موسوس بكلمة الطلاق إيش؟ الطلاق يطلق زوجته وعندها زوجتين ويبدو أن كل الثنتين نطلقهم مرتين فوصل مرحلة أنه خايف أنه يطلقهم فما عاد يمكن ترجع له إلا بعد تزوج زوج آخر أول ما كلمني قال يا شيخ أنا عندي موضوع بس ما أقدر أقوله قلت طيب وش أسوي أنا قال موضوع ودي أتكلم فيه ودي أسألك عنه بس ما أقدر أتكلم خذ هذه زوجتي جنبي بتشرح لك ما يقدر عجيب. يقول كلمة طالق ما يقدر لا إله ما يقدر يقول كلمة الطلاق كلمتني زوجته هو عندها قالت شيخ هو مشكلته موسوسة وعنده وسوسة في الطلاق في خاف أنه يطلق في أي لحظة قلت طيب مين مشكلة أعطيني إياه خليه يكلمني أسولف أنا وعطيته بعض التنبيهات ثم راح على نبي طبق بعد فترة دق علي قال يا شيخ أنا نزلت من السيارة وسكرت الباب وطلع هواء من فمي أتوقع أني طلقت زوجتي أعوذ بالله إي والله قلت أنت لو تقول طالق ترى ما عليك إثم قل له في ذمتي أنا أنت لو تقول طالق أنت لا ينعقد الطلاق بك بكلامك إلا إذا كتبتها في ورقة وصدقتها من المحكمة أنت إذا قلت طالق أنت كذا أنت مريض قلت أنت مريض صح. لو طلعت منك كلمة طالق حتى إذا جيت يسألني قال يا شيخ الكلمة هذيك اللي ما أبغى أقول اسمها ما يقدر يقول كلمة قل طالق قلت وش اسم زوجتك قال فلانة قلت قل فلانة
مستحيل اطلقها. قال لا خاف اقول مستحيل اطلقها واطلقها. لا اله الا يا حبيبي. فجلست انا وياه فتره لين الرجل لا زال. قلت انت تاخذ حبوب؟ قال لا. قلت راح اخذ حبوب. قال كنت اخذ حبوب وقفت. قلت لا راح اخذ حبوب. مثلك لازم تاخذ حبوب، لازم علاج نفسي. انت ما ينفع معك انت الوسوسه هذه، ما وصلت مرحله خطيره جدا يعني، ما وصل لاحد مثلك. انا وياه من هنا ومن هنا وبدت تخف ثم تعود ترجع. وقلت له قلت قال في ذمتك يا شيخ؟ قلت في ذمتي لو قلته يا فلانه طارق ترى ما تطلق. ومع ذلك والله لازم مشكله والله لازم تخوف. الحمد لله. فقلت بعض الناس يجيهم طيب بس انحلت عاد مشكلته يعني؟ ما عاد تواصلت معه والله، ما عاد ادري وش صار عليه، لكنه ما توقع هذا، ما توقعت انحل الا بعلاج، علاج تدخل طبيب يعني، لانه وضعه مزري جدا. غيره لا فيه حلول. قبل يومين وحده تبشرني تقول بشرك يا شيخ انحلت مشكله الوسوسه